اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل دفتر احوالنا الحمراء فيها في كتير من التفاصيل والاخبار المهمه عن نجوم الاهلي. الحقيقه اللي الناس كلها الفتره اللي فاتت قلقت جدا من الجماهير الاهلاويه على فرص بعض اللعيبه المصابه ومدى امكانيه مشاركتها في النهائي الافريقي. النهارده احدث الاخبار كهربا ايجابي كورونا. كهربا محمود عبد المنعم كهربا ثبت العينه اللي اتاخدت منه امبارح، يعني عمل العينه امبارح ظهرت النتيجه النهارده انه ايجابي كورونا. فبالتالي كابتن سيد عبد الحفيظ قال لي هيخضع لمسحه ثانيه يوم السبت، في ضوء نتيجه مسحه السبت هيتحدد موقفه. وفي كل الاحوال محدش هيدخل القائمة الأفريقية في المشاركة في النهائي يوم 27 يا كباتن إلا اللي هيعدي من التست بتاع الاتحاد الأفريقي. يعني كمان قبل المباراة بوقت كافي الاتحاد الأفريقي هياخد نتائج المساحات الخاصة بلاعيبة الفرقتين. عشان كده المسألة عايزة حذر وعايزة إن اللعيبة تاخد بالها كويس. أنتوا شايفين كهربا أهو في التمرين بيتمرن وعادي جدا، وده الحاجة الغريبة في الموجه الثانيه من كورونا، انك تلاقي مفيش اعراض، لعيب بيتمرن بكل السرعه والقوه والشكل العادي خالص، تعمل مسحه يطلع ايجابي. وهتروح بعيد ليه؟ ما هو انت في اكتر من محمد صلاح الفراري بيتمرن وفي افضل حالاته يعمل تحليل يطلع ايجابي، وطلعت المسحه الثالثه لصلاح ايجابي. احمد حسن كوكا نفس الحكاية، مشارك في المباراة الأخيرة أما جم القاهرة قبل الدخول عملوا تيست طلع إيجابي كوك زي النني، وكأنه كورونا مستهدف المحترفين الكبار اللي برا، صلاح والنني وكوك، مع أنه تريزيجيه مثلا كان مع صلاح في نفس الفرح والاتنين كانوا موجودين في الملعب والتلات لعيبة كانوا مخالطين لزمايلهم. لكن ملامح الموجة الجديدة لكورونا أنك مش بالضروره تبقى في اعراض. عشان كده التعامل مع الناس بدون حذر وبدون تباعد وبدون ما ناخد بالنا مساله مش صح ونتائجها فيها هذه الخطوره. ربنا يعفي الجميع ويحفظنا جميعا. لكن زي ما قلت لكم كهربا ايجابي النهارده، طبعا في العزل الذاتي في المنزل، داخل في العزل المنزلي خاضع للبروتوكول العلاجي لغايه يوم السبت النادي هيعمل له المسحه الجديده. في ضوء نتيجة مسحة السبت هيتحدد موقفه من الدخول في التدريبات الفترة الجاية. نتمنى إن شاء الله أنها تكون بسيطة وأنه المسحة الثانية تطلع إيجابية أو تطلع بإذن الله سلبية. تخيلوا أنه كورونا خلى الإيجابي سلبي والسلبي إيجابي، لما تسمع أنه فلان إيجابي تبقى حاجة وحشة قوي، الحلو السلبي، فالنتيجة السلبية معناها أنه مفيش حاجة. نتمنى إن شاء الله أنه مسحة السبت يظهر كهربا بحاله جيده ويعود للتمرين مع زمايله. صحيح مش هيشارك في مباراه السبت طبعا قدام ابو قير للاسمده مباراه كاس مصر، لكن هيكون جاهز ان شاء الله لمباراه الزمالك 27 نوفمبر.